انا جاي دلوقتي عشان اخد منك الاذن. وانت يعني كنت خدت مني الاذن قبل ما تفكر وتمشي في موضوع دكان فرغلي؟ مين اللي قالك يا حاج؟ وهو لازم حد يقول لي هلا. انت فاكرني انا قاعد هنا طيشه في الوكاله مش داري باللي بيحصل فيها؟ اني لو اي حد كح في دكان لازم اعرف انه كح وانا قاعد هنا على مكتبي. ده الحاج ابراهيم يالا يا عبده. ولا انت نسيت خلاص مين هو الحاج ابراهيم سردينا؟ ازاي يا حاج؟ ده انت سيد الحته كلها وسيد المعلمين. بس والله 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 انا كنت ناوي اخد منك الاذن واستفيد بمشورتك قبل ما اخدت اي خطوه، لكن بقى حظي يوم ما فهيم افندي جاب لي خبر الدكان المخزن وقع عليا. ابوس ايدك ابوس ايدك، مش عايزك تزعل مني لان انا ماليش في الدنيا غيرك، واذا كان الموضوع ده مضايقك انا مستعد افنيخه من اصله. يا عبد يا ابني انا بتمنى الخير للكل، وانت عارف معزتك عندي انت بالذات. ربنا يديم جمايلك عليا يا حاج. اروح الهي يبارك لك فيه ويجعله قدم سعده عليك. اسمع، اذا عوزت اي حاجه تعالالي على طول، ما تتكسفش، انا صدري دايما مفتوح لك. ربنا يخليك ربنا يخليك ويطول في عمرك. انا ما اقدرش اخد خطوه في الدنيا دي الا بحسك. امال الرئيس مرسي فين يا حاج؟ مش سامع له حس في المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بقى كل ده يحصل من مرسي وانا مش دريان؟ انا كنت فاكرك عارف. معقولة دي؟ بقى لا سيد ولا فاطمة قالوا لك؟ ما حدش منهم قال لي ولا جاب لي سيرة. ايوه جاي لك. كام دي؟ ربنا يسامحه، دي ب 3 جنيه عشان خاطرك. شوف بقى، انت اصلك طيب واللي يجي عليك ما يكسبش. تقعد تقول لي هو استفاد ايه؟ اهو ادي اخرته مرمي في السجن. معاك حق. شوف يا فهيم افندي، اللي ربنا يستره ما يفضحوش عبده. يلا لا حول ولا قوة إلا بالله. وكام ده عشان خاطرك 5 جنيه. يلا